وارقام لاعبي النادي الاهلي. تمام، طبعا في البدايه مبروك لجماهير النادي الاهلي، فوز معنوي مهم سواء للجماهير للاداره للاعبين قبل المباراه طبعا قدام سان داونز. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يكون الفوز ده يكون يعني ايه حافز ودافع معنوي مهم قوي للمباراه قدام سان داونز. النادي الاهلي النهارده بيكمل 12 مباراه متتاليه على التوالي في الدوري بلا هزيمه، ال 12 مباراه 11 فوز وواحد بس تعادل. ابرز المكاسب في المباراه النهارده بالتاكيد رقم واحد حمدي فتحي. حمدي فتحي في كل مباراه بيلعب فيها بيأكد ان هو كاسحه الغام في وسط الملعب، لعيب مهم جدا جدا جدا، وفعلا بيفرق غيابه مع النادي الاهلي كتير. لعيب قوي بدنيا، لعيب فيه يعني فيه مواصفات لاعب الارتكاز العصري، سواء من ناحيه القدرات البدنيه، سواء من ناحيه الفوز بالالتحامات الثنائيه، سواء من ناحيه الرؤيه، التمرير الطولي، القوه البدنيه، التكمله والزياده، يعني لعيب خط وسط ومن الهدافين النادي الاهلي في الدوري. حمدي فتحي النهارده يمكن ارقامه لاعب رغم ان هو لعب 82 دقيقه سجل هدف، عمل محاوله على المرمى هي اللي جابها هدف، نسبه التمريرات القصيره الصحيحه 20 تمريره قصيره صح، الخاطئه 2 فقط، فنسبه الدقه بتاعته 91%، التمرير الطولي بتاعه 3، اللونج باص بتاعه 3 والثلاثة صح، يعني نسبة دقة التمريرات الطولية 100%. حمدي فتحي قطع الكورة 9 مرات، أكتر لاعب عمل تاكلينج صحيح 3 مرات، محاولة على المرمى واحدة، حصل على خطأ واحد وارتكب 2 خطأ. حمدي فتحي للأمانة واحد من أهم مكاسب المباراة، وبالتأكيد هيدي يعني أنا شايف إن حمدي فتحي مكسب مهم جدا قبل مباراة سان داونز. ليه؟ لان ان شاء الله في مباراه سان داونز هيكون في اندفاع هجومي كبير جدا من النادي الاهلي باذن الله، فانت محتاج لعيب في وسط الملعب يعمل السكريننج، يعمل التغطيه، يعمل المسح او المعاينه للعيبه دي كلها، ويغطي سواء الباك اليمين المتقدم، الباك الشمال المتقدم، الجناح اليمين. فعوده حمدي فتحي بالتاكيد بتدي افضليه لوسط ملعب النادي الاهلي.